تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. مشهد اليوم ينفتح على العراق ومع المرسوم الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدمج عناصر الحشد الشعبي العسكرية ضمن القوات الأمنية الرسمية، بما يسمح لهم بأن يكونوا قوات رسمية عراقية وأن ينتسبوا للكليات والمعاهد العسكرية وتكون لهم جميع الحقوق المتاحة للقوات الأمنية العراقية. أيضا هذا المرسوم يأتي قبل شهرين تقريبا من الانتخابات البرلمانية العراقية، وكلنا يعلم أن الدستور العراقي يسمح بدمج أو بترشح عناصر من هذه القوات في البرلمان العراقي، وهذا يطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية تغيير أيديولوجية البرلمان العراقي من خلال هذه الانتخابات. كما نعلم أيضا أن هذا الحشد الشعبي هو نتاج عناصر قبلت التطوع لمقاومة داعش عام 2014 بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وبالفعل حققت العديد من النجاحات في العديد من المناطق، وآخرها كانت الموصل التي ساهمت هذه القوات بشكل كبير في طرد عناصر داعش منها. ولكن رغم هذه الامتيازات هناك الكثير من الاعتراضات على تصرفات هذه العناصر هذه القوات في الأماكن التي تم تحريرها، وغالبيتها أماكن يعيش فيها غالبية من السنة. يقال إنهم مارسوا سلوكا غير مقبول تجاه هؤلاء السكان المدنيين، مما دفع هذه المناطق إلى رفضهم على المستوى الشعبي. حول تداعيات هذا القرار من قبل رئيس الوزراء العراقي وتداعيات إدماج هذه العناصر التي هي محسوبة على إيران وعلى التيار الشيعي داخل النسيج العسكري العراقي، ستتمحور هذه الحلقة والتي يشرفنا فيها الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس تحرير موقع الأمصار. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا أن نتابع معا هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء التحليل والمناقشة، فكونوا معنا. محطات تلفزيونية تابعة للأحزاب. قبل شهرين من الانتخابات العامة المقررة في العراق في مايو المقبل، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما يدمج فيه فصائل الحشد الشعبي رسميا ضمن القوات المسلحة العراقية ويساويها في الرواتب والمستحقات. ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتل قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران على الكثير من حقوق أفراد الجيش، وفي مقدمتها الرواتب التي تتساوى مع أقرانهم من أفراد الجيش العراقي، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، وسيقبل المنتسبون للحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية. قوات الحشد الشعبي التي تضم نحو 60,000 مقاتل وما زالت منتشرة في العديد من المناطق في العراق تحظى بالتأييد في أوساط الأغلبية الشيعية في العراق، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العراقيين السنة، نظرا لأن العديد من فصائل الحشد الشعبي تخضع لإيران سواء عبر التمويل أو التدريب، وذلك فضلا عن الاتهامات التي وجهت لفصائل الحشد خلال المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي في الموصل والفلوجة وغيرها بارتكاب العديد من الانتهاكات في حق المدنيين العراقيين. ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي يريد بهذا القرار استغلال هذا الملف خلال الانتخابات المقبلة، لأن قائمة الفتح المبين الممثلة للحشد الشعبي في الانتخابات تعد منافسا قويا له، بينما يرى آخرون أن دمج الحشد الشعبي ضمن الجيش العراقي سيجعله تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة ويخضع للقانون بشكل مباشر.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس تحرير موقع الأمصار. مرحبا بك. ويعني كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ بالطبع كانت متوقعة لك أنه سبقها منذ عامين يعني خطوة مقاربة لها. كيف تتوقع وقع هذه الخطوة على الحالة العسكرية والسياسية في البلاد؟ أولا كان هناك مشكلة حقيقية في عملية دمج كل هذا العدد الهائل. يعني أولا حتى بكم يقدر العدد؟ 180 ألف مقاتل. 180. الشيء الذي تغفل عنه وسائل الإعلام العالمية والعربية أنه جزء من مصطلح الذي يطلق على القوات أو الميليشيات بتوصيفها الصحيح، الميليشيات الحشد الشعبي، أنه جزء منها على الأقل بحدود حوالي 25 إلى 30 ألف مقاتل هم من أبناء السنة. يعني ربما لا يعلم الكثير من زملائنا في وسائل الإعلام أنه جزء منهم بحدود حوالي 30 ألف من أبناء السنة. إذن هناك نسبة تقترب من الـ يعني 40% تقريبا 35%. 180 ألف يعني 30 ألف يعني تقترب من الـ تقريبا يعني السدس تقريبا. على العموم ليس هذا هو المهم أنه النسب المئوية، لأنه مشكلة العراق، ولكن الغالبية هم من الشيعة والمحسوبون حسب الإعلام العالمي على إيران. طيب اسمح لي خلينا نفصل بشكل مفصل كيف، ما هي خريطة الحشد الشعبي. نعم. يعني ما هي خريطة قوات الحشد الشعبي؟ قوات الحشد الشعبي عبارة عن أو تشكيلاتها عبارة عن ثلاث كتل. لنبدأ بالكتلة الأقل اللي هم كتلة سرايا السلام التابعة للسيد مقتدى الصدر. وهذه كتلة عسكرية مهمة جدا، لديها القدرة أو على الأقل هي ليست محسوبة على إيران. تم تسليح جزء كبير منها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة برئيس الوزراء. سلاحها بعيد عن السلاح الإيراني، لا يوجد فيها أسلحة إيرانية. معدات أغلبها معدات ما تبقى من الجيش العراقي، هم الشباب في سرايا السلام استطاعوا أن يستولوا عليها ويستخدموها في حربهم ضد تنظيم داعش. مقتدى الصدر هو شخص وطني بالتأكيد. يعني هو يعني من العديد من تصرفاته وعروبي. هو بالفعل هو عروبي ووطني. وهذه كم عدد هذه يعني الكتلة؟ يعني يقدر ما بين 15,000 إلى 20,000. ماشي. يعني التقديرات أنا لست متأكد منها، لكن هذه التقديرات في حدود لن تزيد عن 20,000. لن تزيد عن 20,000. وجزء منهم كبير تعليمه جيد، جزء كبير منهم تعليمه ممتاز، جزء كبير منهم من الطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي اللي لديها إيمان كامل بالوحدة الوطنية أيا كان هذه الوحدة الوطنية. ولهذا لم يظهر لحد الآن أن هذه القوات، قوات سرايا السلام أو القوات المتابعة لها، قد قامت بأي عمليات عليها شواء. خلينا نقول صراحة. الجزء الآخر هو جزء كبير من المتطوعين الذين تم وضعهم تحت قيادة الجيش مباشرة، وهؤلاء رقم ليس بالهين، بحدود حوالي 40 إلى 45 ألف مقاتل، تشكيلات طبعا كثيرة. الجزء الأكبر وهو هذا العقبة الكأداء في وصف الحشد الشعبي هما القوات التابعة أو القوات التي يقودها أبو مهدي المهندس، والرجل الذي علاقات بقاسم سليماني قائد الحشد الثوري الإيراني. أبو مهدي المهندس بالتأكيد. هذه القوات أبو مهدي المهندس. هل لها اسم أو تعريف؟ طبعا تشكيلات بدر وتشكيلات كثيرة. تشكيلات هي سرايا حتى بقوامها يقدر عددها مثلا بحوالي 50 بحدود حوالي 70,000. 70. باقي من إخواننا أبناء السنة اللي هم من العشائر في الرمادي وفي صلاح الدين وفي الموصل، ممن تجحفل وقاتل عناصر تنظيم داعش. الآن عندك مشكلة حقيقية، هذه التركيبة غير المتجانسة. الكتلة الأكبر منها هي الكتلة التي تريد أن تشارك في العملية الانتخابية، تريد أن تكون مساهمة في الانتخابات على أساس ومبدأ قديم في العلوم السياسية، وهو أنه زعماء الحرب عليهم أن يأخذوا جزءا من الكعكة. هذا مبدأ قديم، كل العلوم السياسية، كل الإمبراطوريات في العالم تحدثت عن هذا الموضوع، وهو أنه هو مبدأ شرق أوسطي أم مبدأ عالمي؟ لا، هو حتى مبدأ عالمي، بدليل أنه عندك مثلا في كوبا، في أمريكا اللاتينية، في فيتنام، في الصين القديمة، في الصين الحديثة،
لنتحدث عن أوروبا أو الولايات المتحدة أو دول الغرب. في أوروبا طبعا أكيد، ما هو الآن في أوروبا خلينا يعني نوصف الأمور بوصفها الصحيح، أنه كل المنتصرين من ضباط وقادة حرب الحرب العالمية الثانية أصبحوا رؤساء وزراء ورؤساء جمهوريات، شارل ديغول، تشرشل، إلخ أمريكا، أيزنهاور، وكل من شارك في الحرب العالمية الثانية. هذا مبدأ قديم. تشرشل كان قائد، كان وزيرا للدفاع. كان وزيرا للدفاع، ولكنه مدني. مدني نعم. الحقيقة يعني حتى لا ندخل في التفصيلات الكثيرة لأنه تفصيلات مرهقة، الحقيقة أنه الحشد الشعبي هو كيان غير متجانس، وأنا أعتقد بأنه هذا القرار الذي يعني خرج من رئيس الوزراء، هذا الأمر الديواني، هو يريد أن يكسب مجموعة من المكاسب. أولا ليس من المنطقي إذا أردت أن تقيم دولة حديثة أن يكون السلاح خارج نطاق السلطة، وهو سلاح منفلت. أنا أقولها بشكل واضح، سلاح الحشد الشعبي جزء كبير منه هو سلاح غير منضبط، وهذا يعني هذا كان عاملا مزعجا لأفكار وطروحات الحكومة العراقية ممثلة بالدكتور حيدر العبادي. أعتقد أنه كثيرا من الدول التي زارها حيدر العبادي كانت تتحدث بامتعاض عن دور الحشد الشعبي في الحياة السياسية بعد نهاية داعش. ونحن في يعني موقعنا الوليد، موقع الأمصار، تحدثنا عن ذلك وفصلنا كيف سيكون المشهد العراقي بعد نهاية تنظيم داعش. كيف فسرته؟ فسرناه على النحو التالي، أنه ليس أمام الحكومة العراقية إلا أن تقوم بعملية دمج حقيقية لدمج حقيقي ليس شكلي، لأن يعني هو الدمج شكلي للأمانة هو ليس حقيقيا، بمعنى أنه السلطة يجب أن تكون مسيطرة سيطرة كاملة على تحركات هؤلاء أيا كان مرجعهم أو أيا كان توجههم. جزء كبير من تضحيات أبناء الحشد الشعبي يعني لم تأخذ، كثير منهم لم يأخذوا حقوقهم، أبنائهم ذهبوا، يعني هناك أسر ذهب منها 4 أبناء أو 5 أبناء، هناك شباب فقدوا يعني أجزاء من أطرافهم أطرافهم اليدين أو الأقدام وما إلى ذلك، وقد شاهدنا ذلك. هناك من استشهد وهناك من أصيب، فحولا يجب أن يوضع لهم قانون حتى يكونوا جزء من المنظومة الأمنية في العراق. اللي حصل بعد عام 2003 وقرار السيء الصيت لبول بريمر بحل الجيش العراقي هو الذي جعل هذا الفراغ الأمني الكبير. ثم لا ننسى بشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسعى لإعادة بناء جيش حقيقي في العراق، وهذا هو سبب الهزائم، يعني سبب الهزائم في عام 2014-2015 وانسحابات الكبيرة لقطاعات الجيش العراقي من مدينة الموصل، صلاح الدين، الأنبار، وسقوطها بيد تنظيم داعش الإرهابي. ولهذا هذا الحراك الشعبي الذي صدر ب يعني فتوى شرعية من المرجع الديني على آية الله سيد علي السيستاني استطاع أن يهزم هذا التنظيم. المشكلة الحقيقية الآن كيف يمكن أن ينصر هذا التنظيم، هذا التنظيم، هذه القوة العسكرية داخل قوات الجيش العراقي؟ هل ستنضبط؟ هذه هي ممكن أن تكون أسئلة. هل سيمكن لها أن تكون جزءا حقيقيا من المنظومة الأمنية؟ هذا هو التحدي الأكبر لرئيس الوزراء، سواء الحالي ببقائه للشهرين القادمين أو لوزير لرئيس الوزراء المقبل. أنا في تصوري واعتقادي الشخصي وما أملكه من معلومات إنه جزء كبير من الحشد الشعبي سينصهر ضمن بودقة الجيش العراقي، لأنه أغلب 180,000 تقريبا من المقاتلين في الحشد الشعبي لم يجدوا مصدر رزق، فلجأوا إلى الذهاب إلى الحشد إلى القتال. طيب، هل ستوافق إيران ولها قائد تحت إمرته 70,000 من المقاتلين، هل ستوافق إيران على دمج هذه القوات التي تدين لها بالولاء في داخل الجيش العراقي مما يفقدها السيطرة على جزء من المشهد العراقي؟ شوف، في الشكل العام المشهد العراقي، يعني في الشكل العام لتوصيف المشهد، أنا أعتقد بأنه عندما تتراخى الدول الأخرى المحيطة بالعراق، وهذا ما حصل فعليا، سمحت بشكل أو بآخر لتدخل الإيراني والنفوذ الإيراني والنفوذ التركي. نعم، الأتراك سلحوا أجزاء من العشائر العربية السنية في الموصل، يعني تكون أمور واضحة، ليست إيران فقط، سلحوا 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 نعم، قاموا بتسليح هذه العشائر.
أضيف على ذلك أنه دربوا جزء كبير من العشائر السنية في مدينة الموصل لصالح العراق أم ضد العراق؟ لا، لصالح أنه تحرير العراق من تنظيم داعش. هذا هو العنوان العريض لأردوغان. لكن الحقيقة حتى تحصل حرب أهلية بين السنة والشيعة، من يعتقد، وهذا مهم جدا، من يعتقد بأنه العراق يمكن أن يعود إلى حرب أهلية سنية شيعية، أعتقد أنه واهم. أنا دائما أقول أن الأخوة في لبنان احتاجوا من سنة 75 حتى عام 90 حتى يدركوا بأن هذه الحرب هي حرب الخاسر فيها كل اللبنانيون. العراقيون من 2017 من 2006 وحتى 2010 اختزلوا المراحل، حرقوا المراحل كلها، فاكتشفوا أنه قيام حرب سنية شيعية أو حرب طائفية بينهم الخاسر فيه هما العراقيون. صحيح نحتاج أحيانا إلى، أو على الأقل اضطر جزء كبير من قوات الحشد الشعبي أن تلجأ لإيران. طبعا هذا ليس مبررا أن يكون سلاحك إيراني فبالتالي يكون ولاءك لإيران. يعني أنا أود أن أقول لك، سلاح فقط أم تمويل أيضا؟ لا يا أخي كثير من الإخوة أنا أعرفهم في الحشد الشعبي، نعم، لم يتقاضوا رواتب من عام 2014، يعني حتى نهاية المعركة، من بداية المعركة حتى نهايتها ما كانوا يحصلوا على مرتبات. طب كيف كانوا يعيشون؟ يعني يعيشون على الفتات وعلى المساعدات من الناس. الأموال ذهبت للقيادات، نعم، إذا كانت هناك دول مولت هناك فساد في الداخل الحشد الشعبي بلا أدنى شك. يعني بلا أدنى شك، ولهذا هذا هو الآن الدور، على بموجب الأمر الديواني لرئيس الوزراء، هذا هو الدور الآن. جزء من الميزانية طبعا فيها فائض، أنا فهمت من أخوة مقربين من السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أنه هو وضع في الميزانية الحالية 2018-2019 جزء كبير منها لمرتبات هؤلاء، جزء كبير من مخصصات لأسر الشهداء والضحايا من الحشد الشعبي، بفائض الميزانية الذي يتوقع أنه فيه ثلث تقريبا بسبب الميزانية مبنية على 45 دولار للبرميل الواحد، الآن وصلت إلى 60-61 دولار، فهذا الفائض هو بدأ يأخذ جزء منه حتى يمول قوات الحشد الشعبي ويعطي رواتب لأسر الشهداء، شهداء الحشد والمصابين به. بالتأكيد هناك قلق، يعني خلينا بشكل واضح، هناك قلق خليجي، هناك قلق سعودي، هناك قلق مصري من زيادة نفوذ الحشد الشعبي كقوة مسلحة جزء داخل من الجيش تابع العراقي إلى إيران، هذا أمر طبيعي. هل لديك فكرة قوام عدد الجيش العراقي في الوقت الحالي؟ هو ما بين 210 إلى 220. شوف العراق، شوف الجيش العراقي جزء منه كبير للأسف، وهذا حقيقي، يعني هذا مثبت بشكل واقع، كان على الأقل في 70 إلى 80 ألف قبل عام 2014 أسماء وهمية، بمعنى أنه كل قائد لديه قائمة بأسماء عدد مقاتلي، جزء كبير منهم كانوا وهميين، يعني اسم فقط، وهذا الرواتب تذهب إلى جيوب بعض القادة. ولهذا لما جاء الدكتور حيدر العبادي أقل حوالي 100 من قيادات الضباط، خصوصا بعد الخسائر اللي تعرض لها العراق وخسارتنا للموصل وخسارتنا لعدد من المحافظات العراقية لصالح تنظيم داعش. طيب إذا قوام الجيش العراقي في حدود 220 ألف إلى 230. إذا يعني هذا مبعث للقلق بالفعل لدول الجوار، خاصة أن هذا العدد الذي سينضم هو تقريبا مماثل لعدد الجيش تقريباً العراقي. تقريبا بس صحيح، هو تقريبا مماثل لكن غير مسلح، يعني تسليحه ليس مثل تسليح الجيش العراقي. يعني الحشد الشعبي لا يملك مثلا دبابات مدرعات، لا يملك طيران، ولكن يملك خبرة حرب الجبال وخبرة حرب الشوارع، يعني هو صحيح، مميز في هذا الاتجاه. صحيح صحيح بلا أدنى شك، من هزم تنظيم داعش في مدينة الموصل هم الحشد الشعبي. نعم صحيح، القوات المسلحة كان لها دور كبير، طيران كان له دور كبير، لكن هذا المقلق الأكبر هو أن يكون جزء من الحشد الشعبي لديه ولاءات، أيا كانت هذه الولاءات. أنا لا أقصد إيران كولاء، أنا أقصد حتى لو كان جزء من الحشد الشعبي هذا له ولاء غير لدولة أخرى، دولة مجاورة مثل تركيا، في سوريا، في الأردن، مثل سوريا، مثل الكويت، مثل المملكة العربية السعودية، مثل دول إقليمية أخرى بعيدة ربما جغرافيا عن العراق. هذا هو الخلل. الخطوة وإن كانت، حتى نكون أيضا أمناء في عرض الأمور، جزء من خطة حيدر العبادي التكتيكية لكسب الانتخابات
هو هذه الخطوة. يعني هي لأنه تصب في صالح، لأنه احنا الدولة الوحيدة اللي في العالم تقريبا دستورنا ينص على أنه موجود بالقوات المسلحة له حق التصويت وحق الترشيح كلاهما. الدولة الوحيدة اللي في العالم أعتقد تقريبا العسكريون في جميع أرجاء تقريبا العالم. احنا والصين وكوبا فقط ثلاث دول في العالم مسموح لأفراد القوات المسلحة بالمشاركة والمساهمة. طيب دعنا نتوقف عند نقطة الانتخابات الآن، سنعود إليها فيما بعد. وقد انضم إلينا الآن من بغداد الدكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور واثق، وكيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ هل هي في صالح العسكرية العراقية أم هي كما يقال إنها خطوة لتدعيم موقف رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة؟ تفضل. شكرا حياك الله. نعم. الخطوة مهمة جدا. نعم. وفيها رسائل متعددة للداخل المتصارع فيما بينه، للجوار السليم المتصارع فيما بينه، وإلى الدول الكبرى. يعني بداخلية السيد العبادي هناك كنترول على كل مؤسسة الأمنية العراقية، وترتبط ارتباطا مباشرا القاعدة العام قوات المسلحة، وتخضع للقوانين العسكرية العراقية. بالتالي صدور هذا الأمر الديواني يعني أن الحشد أصبح بشكل راس وكامل مؤسسة تابعة للسلطة العراقية تخضع للقوانين العسكرية العراقية، وبالتالي أي عمل خارج هذه القاعدة يعتبر مخالف للقانون. وبالتالي هي رسالة أولا للحشد حتى لا تستخدم النواحي الانتخابية من جهة هذا الحشد، رسالة للخصوم الآخرين يعتقدون أن الحشد ربما يكون خطر أو ميليشيات أو تابع لإيران، أن هذا الحشد أصبح بالكنترول العراقي، رسالة للإقليم أو الدول العربية المجاورة تعتقد أن هذا الحشد ربما يشكل خطر الآن، رسالة مطمئنة أنه أصبح بالكنترول الدولي العراقي والكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأيضا رسالة لإيران التي كان هناك ترويج أن الحشد ترك العبادي وبالتالي قدم توقيعات الجماعة لكنه ترك بعد المعارض. فأنا أعتقد قضية إيجابية لتنظيم العمل وكل المؤسسة العسكرية العراقية، عدد من الجهات كالجيش العراقي الشرطة الاتحادية جهاز مكافحة الإرهاب، والآن انضم الحشد الشعبي هذا الأمر. طيب يعني بوجهة نظرك هل هناك خطة محددة لدمج هذا الحشد لتوزيعه على الجيش بحيث لا يكون أو يكون كتلة واحدة أخرى داخل الجيش العراقي، خاصة كما قال ضيفي الدكتور رائد العزاوي إن قوام الجيش العراقي يعني تقريبا العدد مساو لمن سينضمون إلى هذا الجيش؟ هل هناك خطة لإذابة كل هذه العناصر مع بقية العناصر؟ وما هي أيديولوجية الجيش العراقي؟ هل هو من الشيعة والسنة مختلطين أم أن غالبية قوامه من السنة؟ تفضل. يعني حضرتك تعرف الدكتور ضيف الكريم تحياتي إلى يعرف أنه الجيش العراقي واحد من أقوى جيوش المنطقة، تأسس عام 21 بناء على العقيدة العسكرية العراقية، لكن الاحتلال الأمريكي فيما كان من عمل حل المؤسسة العسكرية الآن هذا جيش استعاد عافيته بعد حرب الانتصار في 2014. كان الجيش العراقي ضمن مختلف المكونات من ضباط ومراشد من الشيعة والسنة العرب والأكراد والتركمان والجديدين. القضية الأخرى بالنسبة لهذا الحشد عندما يكون رواسه مكافآته وتقاعده وكل القرارات من قبل الدولة العراقية، فأنا أعتقد كل اتصال مع الجماعات الأخرى السياسية كان مرتبط فيها ستقطع بالشامل. القانون يعني رئيس الوزراء أن يدمج هذا الحشد مع مؤسسات أخرى ويحق أن يبقي كتشكيل من التشكيلات الموجودة، وندرك أن تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب الجيش الشرطة الاتحادية تدخل السريع والآن انضاف الحشد الشعبي. وأنا أعتقد الخيارات كلها موجودة أمام القائد العام للقوات المسلحة، سواء أبقى العبادي أم لم يبقى، لكن هي عملية للسيطرة على السلاح خارج نطاق الدولة. راح مشكلة وجود العبادي تحسن خاصة قبل الانتخابات. هناك خشية من الشارع أنه هناك حالة سلاح موجود خارج المؤسسة العسكرية العراقية. أي سلاح بعد هذا القانون يعتبر ميليشيا مسلحة يتعاملون معها تعامل آخر. طيب هناك مشكلة أخرى ستواجه هذا الدمج، يعني غالبية هؤلاء الذين ينتمون إلى هذا الجيش هم من المتطوعين وغالبيتهم كانت من المدنيين، ويقال إن التعليم تقريبا تعليم متوسط، وهناك قادة
في هذا الجيش. عند الدمج هناك قواعد للجيوش النظامية، هناك ملازم، ملازم أول، رائد، عقيد، عميد، يعني قد لا يروق لبعض هؤلاء القادة الرتب التي سيسكنون عليها داخل هذا الجيش. كيف ستحل هذه المشكلة من وجهة نظرك؟ نعم، أعتقد الهاجس موجود والتخوف موجود، ما في ليست المرة الأولى تصير بهذا الأمر. يعني في وقت سابق في النظام السابق أيضا كان هناك مشكلة عندما تكون هناك حاجة، وخاصة في الحرب العراقية الإيرانية استعادوا ورفعوا شخصيات ما تسمى درجة نائب ضابط إلى ضابط، دخلوا بعض العناصر وتم تطويرها وما يسمى بالحج الشعبي. واقع الحاجة هذا الأمر، هناك ضوابط أكيد من يبقى بصفة مقاتل في الحشيد سيكون مقاتل حالة من حال الجند العراقي، وحتى بالرتب يعني الناس ستكون رتب عسكرية مثل رتب الموجب الجيش العراقي. لكن المشكلة الكبرى ستكون في موضوع الضباط. أكيد الضباط الجيش العراقي يتلقوا تدريب أكاديمية العراقية سوف لن يقبل أن يتساوى مع شخص أتى من خارج المؤسسة العسكرية يحمل رتبة. لذلك كان نص القرار في الأمر الديواني لهم حق الدخول في الأكاديميات العراقية، ربما سيدخلون دورات تطويرية مدة 6 أشهر، مدة سنة كما يعني حدث في السابق، وبالتالي يكون هذا الرتبة إلى حق بها. لكن ربما سيكون في مشكلة دخول كلية الأركان، كلية الأركان فيها ضوابط صارمة في هذا الشيء. أنا أعتقد هي محاولة تجاوز أزمة السيطرة على وضع السلاح خارج الدولة لأي خطر قادم في المرحلة القادمة، وأنا أعتقد الخطوة قد تكون خطوة مقبولة من كل أطراف وأنجز فيها رسائل متعددة. نعم، الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نعود إليك دكتور رائد ونعود إلى الانتخابات. كيف بوجهة نظرك تتأثر العملية الانتخابية بهذا القرار؟ أكيد هناك مشكلة حقيقية. اولا المشهد الانتخابي في العراق مشهد معقد نوعا ما، يعني اذا ما عرفت مثلا انه عدد المرشحين بحدود 7000 يتنافسون على بحدود حوالي 320 مقعد، الكتل السياسيه والاحزاب بحدود 280 كتله، ارقام كبيره جدا في دوله، يعني دوله عدد سكانها لا يتجاوز ال 25-30 مليون. اضيف على ذلك ايضا انه دوله هذه الدوله الحياة الديمقراطية البرلمانية فيها وليد، عليها مثالب، فيها بعض الأخطاء، فيها بعض الشوائب، تعرضت لاحتلال، تعرضت لهجوم، تواجه قوى إرهابية داخلية وخارجية، لديها فساد مالي كبير. كل هذا المشهد المعقد ينصب بالنهاية على شكل الانتخابات القادمة. بالتأكيد وجود الحشد الشعبي بهذا القوة البشرية، قوة تصويتية، أعتقد أنه جزء كبير من قادة الحشد الشعبي سيكونون ضمن البرلمان العراقي، من تركيبة البرلمان العراقي. بنسبة كم في المئة؟ أعتقد ما يعني شوف، أولا هناك مشكلة اليوم كبيرة في العراق، وهذا أليست هناك تقسيمة في الداخل البرلمان أم أنه يعني متروك؟ يعني هل هناك تقسيمة طائفية؟ احنا النظام الانتخابي لدينا في العراق هو القوائم النسبية، وهو نظام سيء جدا. يعني لربما انت انا وحضرتك ندخل الانتخابات ومجموع الاصوات لا تؤهني، ربما انا اكون حاصل على 1000 صوت، يعني هناك اعضاء في مجلس النواب العراقي حاصلين على 100 صوت حاليا، بس بسبب القوائم النسبية، النظام النسبي في التصويت. الناخب يختار قائمة ولا يختار شخص. هذه المشكلة. فبالتالي ربما تكون بالنهاية أنا أحصل على 100 صوت، لكن بسبب تراكمية الأصوات لقائمتي فأحصل على مقعد. ولهذا هذا البرلمان الحالي في العراق ربما تجد أنه في أعضاء واخذ 100 صوت فقط، 150 صوت، لكن أصبح عضو بسبب النظام النسبي الانتخابي. إذن سيدخلون بقوائم نسبية؟ هم بالتأكيد دخلوا ضمن قوائم نسبية، الآن هم موجودين ضمن الانتخابات وقد قدموا أوراقهم ككتل سياسية مشاركة بالعملية السياسية بالعملية الانتخابية فأعتقد ربما يحصلون على ما بين
60-40 مقعد بهذا الحدود. طبعا مختلفة الأربعين 40-50 مقعد هذا مختلفة، جزء منها حيروح للتيار الصدري. كم عدد الإجمالي لل 325 مقعد 325 مقعد. فبالتالي هؤلاء بقوة 60 مقعد عدد كبير طبعا كقوة تأثيرية في العملية في عملية اختيار الحكومة ورئيس الحكومة في نفس الوقت الذي يخدمون فيه في المؤسسة العسكرية. يعني هم سيتركون المؤسسة العسكرية. القانون أو الدستور العراقي لم ينص على أنه المقاتل أو الضابط في القوات المسلحة يمكن يعني يأخذ إجازة. يعني عندنا مثلا نائب وزير الداخلية عدنان الأسدي هو نائب وزير الداخلية وهو في ذات الوقت عضو مجلس نواب. طبعا هذا خطأ كبير، لأنه في النهاية أنت كيف تكون جزء من الحكومة وفي نفس الوقت رقيبا على الحكومة. وهذا طبعا مشكلة كبيرة بسبب الدستور الذي أمره دبر بليل كما نقول، وكان دستور فيه نوع من الضبابية في فقرات كثيرة، وهذا السبب اللي خلانا ندخل في مشكلة مع الأخوة الأكراد في مادة المادة 140، موضوع كركوك، موضوع توزيع الثروات. المشهد يعني نوعا ما لا أقول معقد ولا أريد أن أعقده على على المشاهدين بقدر ما أقول بشكل واضح أن لدينا مشكلة في الدستور العراقي. طيب كيف سيستفيد حيدر العبادي كرئيس وزراء من هذه الخطوة؟ ويعني كيف ينظر إليها من خلال الانتخابات القادمة؟ الخطوة بشكلها العام يعني كما أنا أراها أنه يجب أن يوضع تحت مظلة الدولة العراقية، سواء كان حيدر العبادي رئيس وزراء مقبل أم سيكتفي بهذه الفترة. وأنا أرشح على أكثر، يعني أراها رؤية اليد، لأنه على الأقل باستثناء إيران وبعض المتنفذين من المسؤولين العراقيين لم يعودوا يرغبوا، خصوصا مع التقارب الكبير اللي قام به حيدر العبادي. زار المملكة العربية السعودية، هناك دعوة أو بالفعل ستلبى هذه الدعوة خصوصا بعد القمة العربية المزمع أجراؤها في الرياض في أبريل المقبل، أنه رئيس سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور بغداد، وهذا ربما ستكون خطوة كبيرة جدا في العلاقات العراقية السعودية. هناك تقارب سعودي عراقي مهم جدا، هناك تقارب عراقي مع دول أخرى، دول الخليج العربي، مع الإمارات العربية المتحدة، مع طبعا مع مصر العلاقة قديمة جدا، حدثت أكثر بدفع من الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب كيف تنظر إليها هذه الدول، إلى هذه الخطوة من وجهة نظرك؟ يعني الجيش الحشد الشعبي الآن تقريبا، أنت تعرف أن المنطقة الآن لديها حساسية شديدة فيما يتعلق بكل ما هو متعلق بإيران. ما هو هذا الحل؟ يعني لا توجد حلول أمامه. أما إن كان يتركوا بشكل منفلت هذا هو المطمئن، أنهم دمجوا ضمن النسيج العسكري العراقي. لا لا لا، وأقول لك شيء آخر، الرئيس يعني رئيس الوزراء حيدر العبادي استمزج آراء كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية باعتبارهما يعني قوتان مهمتان في المنطقة، ركيزتان من ركائز منطقة الشرق الأوسط بهذه الخطوة. وأعتقد أن هناك مباركة من المملكة العربية السعودية ومن من مصر ومن الدول العربية الأخرى بأنه يجب أن يضع هؤلاء، أو على الأقل يسيطر على سلاح هؤلاء ويسيطر بالتالي على مرتباتهم، يسيطر بالتالي. إذن غير مقلق هذا الوضع؟ لا، هو مقلق في حالة واحدة. شوف، مقلق في حالة واحدة، إذا ما أعاد العرب خطأهم مرة أخرى، الخطأ الكبير الذي ارتكبته كل الدول العربية في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2009 بأن تركوا الساحة العراقية إلى إيران وتركيا. إيران احتلت العراق بشكل واضح، إيران تحتل العراق، إيران احتلت العراق بشكل واضح عسكريا وجوديا بشكل غير مباشر، طبعا بشكل غير مباشر، وتركيا احتلت العراق بشكل اقتصاديا بشكل غير مباشر. أقول لك يعني هل تتصور لماذا تركيا هي أكبر ممول أو مساهم بمؤتمر إعمار العراق في الكويت؟ 5.5 مليار، بينما كل الدول العربية مجتمعة لم تصل إلى 5 مليار. لأنه تركيا حجم التبادل التجاري العراقي التركي وصل 11 مليار وحوالي نصف.
مليار. اكبر يعني اكبر حجم تبادل تجاري اقليمي على مستوى الاقليم. اكيد. واحد. اثنين، اكبر الميزان التجاري يميل لصالح تركيا على حساب كل الدول العربيه الاخرى. هذه فجوه يجب ان تسد من قبل العرب. الان انا قلت لك انه جمهوريه مصر العربيه، المملكه العربيه السعوديه، الامارات العربيه المتحده، دول اخرى عربيه بدات تتحرك لي يعني سد هذه الفجوه. الاردن بدا يتحرك، كل الدول العربيه بدات تسير مجتمعة لسد هذه الفجوة. وهذه فجوة خطيرة، لأن هناك احتلال عسكري مباشر أو غير مباشر، وهناك احتلال اقتصادي غير مباشر. من قبل دولتين هما يعني تعتبران الآن مناوئتين للمنطقة العربية. بالتأكيد. ولهذا على العرب أن يستدركوا ذلك، يعني أن يستدركوا هذه وأن يقوموا بخطوات واضحة. يعني مصر قامت بهذه الخطوة، ربما لا يعني لا أخفيك سرا أن جمهورية مصر العربية هي من استطاعت أن تدرب طيارين العراقيين الذين قاموا بقصف تنظيمات داعش، يدربون جميعا كل طيارين العراقيين، دورات كبيرة فتحت لضباط العراقيين الطيارين، هناك تدريب على البحرية في الموانئ، في الموانئ العسكرية المصرية، هناك تدريب على أسلحة، مصر ساهمت أيام. إذن هذا الوضع غير مقلق أيضا بالنسبة لمصر، لأنها فيما يبدو أن لديها علاقات مباشرة مع الجيش العراقي. بالتأكيد. ويدرب. وهي علاقات قديمة وليست علاقات وليدة. لا، نحن نتحدث الآن والآن تحديدا، لأن المنطقة في مرحلة. لكنه كانت مصر أول دولة عربية بكل أمانة بعد الاحتلال الداعشي لمدينة الموصل، مصر ساهمت وفتحت مخازن من مخازن الأسلحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان وزيرا للدفاع في أواخر نهاية عام 2013 وبداية عام 2014، فتح كل مخازن السلاح وكل، لأن السلاح تقريبا مشابه العراقي والمصري، لأن السلاح يتحدث عن سلاح وتدريب أيضا وتدريب. وكان بكل أمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكبر الداعمين لأن يكون الجيش العراقي، أن يعود الجيش العراقي جيشا نظاميا قويا مبنيا على عقيدة عسكرية واضحة، هدفه وأساسه الوحدة، دفاع عن وحدة وسيادة واستقلال العراق. هذا دائما ما تردده مصر، أن الدولة المصرية تريد أن يكون العراق واحدا موحدا سليما من معافا من كل الاحتلالات او من كل التدخلات الاقليميه. وهذا الامر واضح، ليس يعني ليس مخبئا، لكن الدور الاكبر الان على انه الدفع باتجاه ان تدعم الاصوات الوطنيه في الدوله العراقيه. هذا ليس مصر فقط، هذا ايضا على العراقيين انفسهم ان يبدوا حسن النوايا للعرب بانهم فعلا هم يريدون الحفاظ على دولتهم. هذا الدور جزء منه يقع على عاتق العراقيين وليس على عاتق الدول العربية الأخرى. طيب، أخيرا وفيما يتعلق بقى بالوضع العربي العام، أنت بوجهة نظرك الاتجاه بعد هذا الدمج، والذي قلنا إنه مفيد إلى حد كبير لعدم الوصول إلى مرحلة أن تتحول هذا الحشد إلى ذئاب منفردة يمكن أن تضر بالمشهد العراقي، المطلوب الآن من العرب تحديدا السعودية، الإمارات، الدول المجاورة للعراق، هو تدخل في هذا الفراغ حتى لا تعيد إيران وتركيا ملأه من جديد. بالتأكيد. ولهذا المملكة العربية السعودية مثلا من أكبر خطواتها التي يعني لاقت استحسانا في الشارع العراقي، واللي خلينا نقول جزء منه كبير، يهمنا المشهد السعودي تحديدا طبعا. لأنه يعني متقارب ومتداخل، هو متقارب ولكن كانت هناك خلافات معينة، والآن هي تسد هذه الآن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بخطوات كبيرة. أولا ساعد العراقيين شان المصريين والعرب في موضوع كرة القدم. المملكة العربية السعودية دفعت باتجاه عودة الكرة العراقية إلى اللعب مرة أخرى ورفع الحظر. دخلت من القوى الناعمة. بالتأكيد، هذه هي القوى الناعمة. المملكة العربية السعودية للمرة الأولى أرسلت وفود من الصحفيين رأوا الحقيقة على شكلها الواضح. المملكة العربية السعودية أيضا دفعت باتجاه أن يعود العراق مرة أخرى قويا، له صوت في داخل المجموعة العربية من خلال الاجتماعات الجامعة العربية. المملكة العربية السعودية طبعا وبدعم من مصر، العراق هو من القوى التي ساهمت في أو على الأقل من المساهمين في إقناع
دول بعض الدول في مجلس الأمن الدولي في مجلس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين صوتوا لصالح قرار أو لرفض قرار دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية العراق. أيضا كان له دور وهذا موجود في الدبلوماسية العربية. إذن السعودية مع مصر يمكن أن يعيدان تشكيل المشهد بمساعدة أو بمساعدة الحكومة العراقية على رأب الصدع بين جميع الطوائف. بالتأكيد لأن هما أقوى هما على الأقل هما الدولتان المركزيتان الكبيرتان الآن على الأقل جزء يعني بشكل واضح اللي متعافيتان يعني على الأقل تتعافى يعني المملكة العربية السعودية الآن تتعافى من بعض حقيقة بعض الأخطاء السابقة يعني السابقة. نعم هناك انفتاح على الإقليم وعلى العالم انفتاح الخطاب تغير خطاب مثلا وزير الخارجية عادل الجبير تغير بشكل واضح الاتجاه العراق. هناك انفتاح اقتصادي هناك فتح للحدود هناك انفتاح لنقل البضائع هناك تعاون في منظمة أوبك. طب ولكن أخيرا المزاج العام الشعبي في العراق والذي اتهم على مدى طويل بأنه يميل إلى الناحية الإيرانية هل هو الآن يتجه إلى الناحية العربية تحديدا المملكة العربية السعودية والتي تهمنا لأنها من أهم دول الجوار للعراق؟ شوف بشكل واضح وربما هذا يعني هذا الكلام سيزعل منه يعني بشكل واضح اتهمنا هنا في القاهرة اتهم هنا في القاهرة جزء كبير من العراقيين الشيعة بأنه ولائهم لإيران وثبت بشكل واضح وكبير أن جزء كبير من العراقيين الشيعة ولائهم لعروبته. على الإخوة العرب أن يفهموا بشكل واضح أن جزء كبير من شيعة العراق عروبيون يريدون الدفاع عن عروبتهم والحفاظ على عروبتهم لكن نتيجة للفراغ الكبير الذي أحدثه الاحتلال الأمريكي محاولة السياسات لبعض الدول العربية للانسحاب من المشهد العراقي هو من دفع هؤلاء العراقيون إلى أن يلتجئوا إلى إيران فيما يبدو أن هناك يعني اتجاه كما قلت لتفادي أو لتدارك أخطاء الماضي العراقيون هم من رفعوا صورة جلالة الملك عبد الله الملك سلمان. ولي العهد الاعلام اعلام المملكه العربيه السعوديه كان لها احترام وتقدير في العراق ولا زال العراقيون لديهم الامل بان يكون هذا الجار الطيب هو جار واخ تربطنا فيه روابطنا فيه اكبر من المعتقد والمذهب والدين. بالطبع لا يسعنا في نهايه هذه الحلقه غير شكر الدكتور رائد العزاوي استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه بالقاهره ورئيس تحرير موقع الامس. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المهم. شكرا لكم وأهلا.